السلام عليكم ورحمة الله. اليوم عندي رياضيات للصف الثالث متوسط، عندي سؤال وزاري مهم على موضوع التطبيقات. عندي مو سؤال، نقول سؤالين. إذا جاني هيك سؤال مثلا، يقول لي إذا كان التطبيق F من N إلى N، شنو معنى N؟ يعني الأعداد الطبيعية بس الموجبة، يعني الواحد والاثنين والثلاثة وإلى آخره، مو مثل الزيت الأعداد السالبة والموجبة والصفر، لا بس الموجبة. أو ومعطيني قاعدة الاقتران، وش يقول لي هل إن التطبيق شامل أم لا؟ يعني ما يريد لا مخطط سهمي، ولا يريد تطبيق متقابل، ولا تطبيق متباين، ومن يعني ولا يريد الأزواج المرتبة. بس هيك يجيني السؤال، يوم فرقوا بين السؤال اللي يجيكم بالتطبيق. هسه جبت لكم هذا السؤال، وسؤال ثاني لا يريد كل المطالب، وهذا بس اذا اجاكم بس يريد التطبيق شامل ام لا. شوفوا ايش راح اسوي. خلينا نحل. اول مرة اكتب الاعداد الطبيعية، يعني شنو الاعداد الطبيعية؟ بس من ان الاعداد الطبيعية اللي هي ان، اطلع ان، ان يساوي لنا شنو؟ راح ناخذ ثلاث عناصر، بكيفكم انتم هناك بالوزاري اخذوا اربعه خمسه، اخذوا خمس عناصر احسن، الواحد والاثنين والثلاثه وست القوس. هذه الاعداد الطبيعيه، الان الواحد والاثنين والثلاثه بس. انتم مثل ما قلت لكم اخذوا هناك فد خمسه، خمس عناصر. ها عيني نكتب قاعده الاقتران، شو يقول لي؟ اف الاكس يساوي لنا 3 اكس زائد 2. هيك من تريدون تحلون تكتبون الاعداد الطبيعيه او الاعداد زيت، شنو الاعداد، او تكتبون قاعده الاقتران. هسه راح تعوضون بمكان كل اكس تخلون واحد، يعني اقول اف الواحد يساوي لنا 3 في 1 زائد 2. 3 في 1 3 زائد 2 ايش قد يطلع لنا؟ يطلع لنا 5. طلعت اول وحده 5. نجي على الثانية، نقول اف الاثنين يساوي لنا 3 مكان كل اكس اخلي 2 زائد 2، 3 في 2 6، 6 زائد 2 ايش قد يطلع لنا؟ 8. طلعت الثمانية، طلعت الخمسة والثمانية. هسه راح ناخذ اف الثلاثة، اف الثلاثة مكان كل اكس اخلي 3 زائد 2، 3 في 3 9، 9 زائد 2 9، 10 11. خليت 11، إذا المداش عندي ايش طلع لي؟ المدى يساوي لنا الخمسة والثمانية والدعش، الخمسة والثمانية والدعش. زين، هو شو يقول لي؟ يقول لي بس انه شوفوا لي التطبيق شامل أم لا؟ زين هسه هذا خمسة وثمانية والدعش من واحد، يعني يشابهن واحد واثنين وثلاثة؟ لا، إلا يشابهن هذا ويا هذا، يعني المدى يساوي المجال المقابل، أقول هذا التطبيق شامل. إذا أقول التطبيق المدى، التطبيق ليس شامل. ليش؟ لأن المدى لا يساوي المجال المقابل. التطبيق ليس شامل أو غير شامل لأن المدى لا يساوي المجال المقابل. هذا إذا جاني هيك سؤال. زين إذا جاني هيك سؤال، يعني شي يريد؟ يريد مطيني أي وبي. هذا السؤال الأول، بس مطيني أي. شنو بس مطيني اي؟ ما مطيني، احنا طلعنا الاعداد الطبيعيه الان، ومطيني بس قاعده الاقتران. هاي ايش مطيني؟ مطيني اي وبي، ومطيني معادله، ويريد المخطط السهمي، ويريد المدى، ويريد الازواج المرتبه كلها لازم تحطوها، حتى لو ما كاتب لكم الازواج المرتبه لازم تكتبوها، ويريد التطبيق شامل او متباين ومتقابل، يعني كل شو كلاش يريد. خلينا نشوف مطيني اي ومطيني بي. فنقول نكتب قاعدة الاقتران، اف الاكس يساوي لنا اكس تربيع، ما عليكم ببي، البي يعني شنو؟ البي هذا المجال المقابل، يعني شوفوا هذا الواحد والاثنين والثلاثة والاربعة اكتبه، يعني اكتب اي، مكان كل اكس اخلي اي، يعني اقول اف الواحد، شنو مكان كل اكس اخلي اي؟ مكان كل اكس اخلي قيمة اي، ناخذ الواحد، اف الواحد يساوي لنا واحد تربيعه ويساوي واحد، هو واحد تربيعة واحد. ناخذ اف الاثنين يساوي لنا اثنين تربيعها اربعة، اثنين في اثنين اربعة. ناخذ الثلاثة، قلت لكم اي ما عليكم بي، شوفوا هسه البي شلون راح تفيدنا، ثلاثة تربيعها ثلاثة في ثلاثة تسعة، اكو قسم من الطلاب يقولون ثلاثة في ثلاثة ستة، انتبهوا عليها. اف الاربعة، وحتى نقول اربعة ويا اربعة ثمانية،
أربعة تربيحة يساوي لنا 16. شوفوا هذا شلون ايش طلع، طلع 1 4 9 16. شوف البي 1 4 9 16. إذا شو أقول؟ المدى يساوي لنا، كتبوه 1 4 9 16. أقول هذا التطبيق شنو؟ التطبيق شامل. ليش شامل؟ لأن المدى، هذا المدى يساوي المجال المقابل، يا هو المجال المقابل بي، مو هذا الأي، هذا مو المجال المقابل، المجال المقابل بي، لأن التطبيق شامل، لأن المدى يساوي المجال المقابل. هسه خلصت من التطبيق شامل، خلينا أشوفه متباين لو لا. شلون أعرفه متباين؟ إلا أرسم مخطط سهمي، وهو هم قايل لي أرسم المخطط السهمي. هنا أي وهنا بي. الاي شنية؟ الاي الواحد والاثنين والثلاثة والاربعة، والبي المجال المقابل، يعني المدى الواحد والاربعة والتسعة والستعش. خليت الازواج المرتبة الواحد ويا الواحد، والاثنين ويا الاربعة، والثلاثة ويا التسعة، والاربعة ويا الستعش. اذا اقول التطبيق متباين. ليش متباين؟ لأن نقول العناصر مختلفة والصور متشابهة، إذا هذا التطبيق متباين. لأن نقول لأن العناصر مختلفة والصور مختلفة. زين، بما أن هذا شامل ومتباين، إذا التطبيق متقابل. التطبيق شوفوا شلون تعرفون، أكو يعني طلاب ما يعرفون شنو معنى التطبيق متقابل. إذا التطبيق متقابل، شوفوا ماماتي، إذا كان واحد من الشامل أو متباين، يعني إذا كان التطبيق غير شامل أو غير متباين، إذا التطبيق غير متقابل. بما أن اثنيناتهم شامل ومتباين، إذا أقول التطبيق متقابل. يعني ليش متقابل؟ هم أذكر السبب، لأنه شامل ومتباين. لأنه شامل ومتباين. شو بقت لي؟ بقت لي الأزواج المرتبة، الأزواج المرتبة. يعني هذا السؤال كل شو كلاش يريدون. الأزواج المرتبة الواحد ويا الواحد، الاثنين ويا الأربعة، الثلاثة ويا التسعة، الأربعة ويا الستعش. خلص الحل، تحلون هيجي تأخذون درجة كاملة، يعني تأخذون 10 درجات هذا السؤال. إن شاء الله التوفيق.